أهلا بك عزيز المشاهد في برنامج فاحصين الكتب. سفر الخروج يتميز بأمرين، ففيه نقرأ عن أول ترنيمة في الكتاب المقدس وعن أول بيت لله في الكتاب المقدس، ومن هذا نتعلم أن شعب الله هو شعب فرحان، وأن قصد الله النهائي هو أن يسكن في وسط شعبه، هو ذا مسكن الله مع الناس. ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال: غدا عيد للرب. فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلام، وجلس الشعب للأكل والشرب، ثم قاموا للعب. الأعداد من 1 لـ6 أقدر أقول بتكلمني عن فكرتين. الفكرة الأولى الخطيئة العظيمة التي وقع فيها الشعب، والفكرة الثانية الجرم الفادح اللي ارتكبه هارون باعتباره قائد. غاب موسى فوق الجبل، ولما غاب فوق الجبل يطلب الشعب من هارون ويقول الكلمات في الحقيقة اللي تدعو إلى الأسى والحزن: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. لهذه الدرجة وسط الانحطاط تعبدون آلهة هي صنعت أيدي الناس؟ اصنع لنا آلهة وكمان تسير أمامنا. نسيتم لما موسى جالكم وسألتوه مين اللي بعتك؟ قال لهم: أهي الذي أهي. نسيتم كل معاملات الإله الحي الحقيقي في أرض مصر؟ تطلبون أن هارون يصنع لكم آلهة وهذه الآلهة تسير أمامكم وتضعون ثقتكم فيها؟ طبعا شيء مخزي جدا أن الشعب يعمل كده. بس اللي زعل أكتر أن هارون القائد، وإحنا عارفين أن موسى لما اعتقد أنه هيطول فوق الجبل ترك هارون وحور على اعتبار أنهم يكونوا قادة للشعب. هارون يتصرف على الأقل في هذا الموقف 5 تصرفات مشينة للغاية. التصرف الأول، قال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني به. في مفارقة مع يعقوب في تكوين 35 لما قال لعيلته انزعوا الآلهة الغريبة وخدها وطمرها تحت البطمة، هارون ياخد أقراط الذهب علشان يعمل بها العجل الذهبي. يبقى رقم 1 خد منهم الأقراط الذهبية. الحاجة الثانية، الأقراط الذهبية سيحها في النار وسبك من خلالها عجل. الحاجة الثالثة، مش بس سبك لكن بالإزميل زوق العجل ده علشان يطلع في صورة بهية. الحاجة الرابعة إنه يقول لنا كده في عدد 5: فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه، مذبحا للعجل. الحاجة الأخيرة، مش بس بنى مذبح لكن يقول لنا: ونادى هارون وقال يا للخزي، قال غدا عيد للرب. تصرفات مخزية جدا من شخص باعتباره قائد لهذا الشعب. العدد الأولاني في الأصحاح بيدينا شوية أسباب ليه إحنا بنلخبط، ليه بنروح سكة غلط. يقول لما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل. الحاجة الأولانية المنطق البشري، لما رأى الشعب منطقهم وحساباتهم. مرة من المرات حصل نفس القصة مع رفقة، لما حساباتها ومنطقها يقول إسحاق هيبارك عيسو، ستي مش هيبارك الرب، قال لي غير كده خالص، لكن هي المنطق بتاعها خلاها لخبطت وعكت الدنيا. الحاجة التانية الاستعجال، لما رأوا أنه هو أبطأ. نفس القصة لما حصلت مع إبراهيم وسارة، لما قالت له ادخل على جاريتي، والمشكلة اللي حصلت بعد كده. لكن الحاجة التالتة ارتباطهم ببني آدم، بموسى. لما رأوا أن موسى مش موجود ندور على عبادة تانية.
الرب هيعملها بعد كده هوت لما موسى فعلا يموت حرفيا، يروح ليشوع يقول له زي ما كنت مع موسى انا اكون معك. اذا موسى اختفى فرب موسى موجود. فاعتقد دي من الحاجات اللي ممكن تكون تشغيل منطقنا البشري، استعجالنا لساعه الله او ارتباطنا بالبني ادمين اكتر من الله نفسه. في حقيقتين بيعلنهم الكتاب على طول الخط. الحقيقه الاولى قد ايه الله حلو، حلو في محبته، حلو في فدائه، حلو في تقديسه واختياره لشعب عاوز يقربهم ليه ويكون هو إلههم ويكونوا ليه شعب. فقد إيه الله حلو، والحقيقة دي أعتقد ما فيش كتير يختلف عليها، كل موافق إن الله حلو. لكن الحقيقة التانية، الوجه الآخر للعملة، قد إيه الإنسان وحش. وهنا نلقى الاعتراضات كتيرة قوي. كتير بيحب إنه يعظم الإنسان ويعلي من شأنه وكأنه على قدر المسؤولية، مع أنه ما فيش امتحان دخل فيه الإنسان في طول الكتاب وعرضه وخرج من هذا الامتحان بنجاح. آدم في الجنة كان قدام امتحان وفشل، والشعب هنا في البرية كانوا قدام امتحان 40 يوم. 40 يوم دي بتكلمنا دايما عن الامتحان. وموسى غاب وهم اعتقدوا انه من وجهة نظرهم أبطأ. قد ايه؟ 40 يوم امتحان، ونتيجة الامتحان الفشل التام والذريع. ملقاش الا واحد فقط في 40 يوم على الجبل اظهر كل الطاعة وكان بيفعل مشيئة الرب الهه، الا شخص المسيح. نقدر نشوف في كلام حضرتك في مزمورين متتاليين، مزمور 105 ومزمور 106. مزمور 105 لما تقراه ما تلاقيش غير أمانة الله، مزمور 106 لما تقراه ما تلاقيش غير فشل الإنسان. وأقرأ آيتين من مزمور 106 اللي بيتكلم عن فشل الإنسان، يقول في عدد 19: صنعوا عجلا في حوريب وسجدوا لتمثال مسبوك وأبدلوا مجدهم بمثال ثور آكل عشب. عدد 21: نسوا الله مخلصهم. ما كانش عدى كتير على خلاصهم من أرض مصر، ما كانش عدى كتير، لكن نسوا مخلص. طب بص كده قبليها في عدد 12 لما يقول: غطت المياه مضايقيهم، واحد منهم لم يبقى فآمنوا بكلامي، كلام الله، غنوا بتسبيحه على شاطئ البحر الأحمر، أسرعوا فنسوا أعماله بسرعة. يعني لما نقرأ في خروج 15 أوله ترنيمة رائعة قبل ما نوصل لآخره تذمر رهيب، أسرعوا فنسوا. العيب إننا بننسى، وفي الحقيقة إحنا كلنا بننسى، مش بس الشعب الغبي ده، لكن إحنا كمان مرات كثيرة بنبقى أغبياء وما بنفهمش وما بنستحملش الانتظار وبنسرع وننسى. عشان كده ربنا يساعدنا نتعلم من أخطاء غيرنا. نسوا الله مخلصهم بين هنا لما قالوا هذا الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر، مش الله اللي أصعدنا، مش الله، لا، مع أنه مرة ومرات يقول لهم هو ويأكد لهم أن الأصعد هو الرب، وهم لما يتزمروا دايما يقولوا أنت أصعدتنا. ده كويسة. دول لما عملوا العجل قالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك. ده كون موسى مخلصهم ده كويس قوي، ده لما كانوا بيفهموا شوية. ما هي برضو تقول لك أن الانحدار ما بيقفش عند حد. يعني لما تطلع الله من المشهد يخش الانسان يطلع في الاخر بس طور. يطلع بعد كده عجل. طور هم عملوه وهو اللي خلصه. ده امبارح ما كانش موجود. صح. لا هم بيقولوا قم اصنع لنا الهه. كلمتين ما ركبوش على بعض خالص، اصنع لنا الهه. واعتقد في ضوء العهد الجديد يمكن ما فيش عجل ذهبي حرفي، لكن في الهه اخرى بمفهوم العهد الجديد. كل ما ياخذ القلب والعواطف والمشاعر بعيد عن الإله الحي الحقيقي يعتبر إله غريب. يعني مرة الكتاب قال لنا مثلا عن الطمع الذي هو عبادة الأوثان، وقص على ذلك في آلهة غريبة كثيرة. فعدد 2: فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. ثريد لكانوا شحاتين، والرب أغناهم وإداهم أملاك جذيلة، وبقت أقراط الذهب للنساء وللبنين وللبنات وحاجة غنى. الله يغني بهذا الشكل ويعوض
بهذه التعويضات وانتوا تاخدوا من الغنى اللي الله أغناكم به بدل ما تكرموا الله تعملوا عجل ذهبي. وأنا أعتقد أنه إحنا كل اللي في إيدينا من مين؟ إحنا واضح أن إحنا دخلنا العالم بلا شيء، وواضح كمان أننا لا يمكن أننا نخرج منه بشيء، والمكانش اللي بين إيدينا لمجد الله أكيد هيكون لهوانا إحنا. الغريب أن هارون كان جاهز بالرد، اعملوا على طول، ويبدو أنه أقدر أقول أن هارون خرج من مصر لكن مصر ما خرجتش منه، كانت لسه في فكره، لأنه فاكر العجل بتاع مصر وشكله هيحسنه. العجل في مصر كان بيبقى مبني من الحجارة، هبني أنا بذهب حاجة مطورة شوية هطور منها. لكن يبدو أن معاملات الرب مع موسى، عارف تخرج مصر من قلبه قبل ما تخرجوا من أرض مصر، لكن يبقى أنه في بعض المؤمنين بيفضلوا مربوطين بالماضي بتاعهم، فاكرين الماضي بتاعهم وبيخرجش من قلبهم. واحد قال قد ايه كان يبقى احلى لو وصلنا من اصحاح 31 ل 35، بلاش نعدي على الاصحاحات اللي بينت فشل الانسان. لكن في الحقيقه مش بس فشل اسرائيل، احنا بنلوم على اسرائيل، وطبعا لينا حق نلوم عليهم. وماذا عن المسيحيه؟ يعني هنا موسى وهارون، يعني هارون ده رئيس كهنه، ده رئيس كهنه كبير قوي يعني في عند الشعب ده. أنا أرسلت أمامك موسى وهارون ومريم، ده الرب بيفكر الشعب بعد مئات السنين بالخير إنه قدهم. طب ماذا فعل هارون هنا؟ ماذا هنشوف بقية الأصحاح إزاي جلب على الشعب خطية عظيمة. عشان كده لما يجي واحد يقول لنا ده في تعليم قريته الواحد قديم قوي، هارون قديم قوي، لكن عمل إيه؟ عمل عجل ذهبي أغضب الله. ممكن يكون واحد من العصر الرسولي يقول تعاليم غلط، طبعا ممكن، هو حصلت؟ حصلت في أعمال 20 خصوص كنيسة أفسس، منكم أنتم هيخرج أناس يتكلمون بأمور ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. بولس يقول إن بشرناكم نحن أو ملاكم من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أنثم. طيب من الآخر يعني الأمان بتاعنا فين؟ إذا كان الناس القدامى دول ما نضمنش صحة تعليمهم، أما الأضمن صحة التعليم منين؟ ربنا ما سبناش دون مرشد جايد دليل اللي هو كلمة الله، وكلمة الله تبقى إلى الأبد. للأسف كمان أخ يوسف إن هذه كانت سابقة لكن تكررت في تاريخ شعب إسرائيل بعد مئات السنين. لما جه يربعام الملك الشرير مش عمل عجل واحد اثنين، لكن عمل عجلين، واحد في بيت إيلو واحد في دان. صحيح. وصرف الشعب عن عبادة الرب. زي ما بنشوف ارتباط وثيق بين عبادة الله وحياة القداسة، شفنا ده في مذبح البخور، بعديها على طول المرحلة النحاسية. بنشوف ارتباط وثيق بين العبادة الوثنية والنجاسة، وهنا عملوا العجل ويقول لنا الكتاب جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. ففي ارتباط وثيق بين العبادة الوثنية والنجاسة. بنلاحظ في الأصحاح ده أن أول ثلاث وصايا في الوصايا العشرة اللي الشعب كله كرجل واحد وافق عليها، أول ثلاث وصايا اتكسرت. احنا عارفين الوصية الأولى لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، الوصية الثانية لا تصنع لك تمثالا منحوتا، الوصية الثالثة لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. لما عملوا العجل الكتاب يقول لنا في عدد 5، فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه أمام العجل، ونادى هارون وقال غدا عيد للرب، استعدوا يعني. وبعدين فبكروا في الغد، ياه ده يمكن بعضهم ما نامش من كتر الشوق والحنين للعيد اللي هيعملوه لهذا الوثن. واضح انهم كانوا مندمجين الى اقصى حدود الاندماج لما يقول لنا الكتاب جلس الشعب للاكل والشرب ثم قاموا للعب. وبعدين لما نزل موسى بعد ما عملوا الشغلات دي لقى الشعب معره وبيرقص، ولما طلب من سبط لاوي انه يدور وكل واحد متمسك بالعباده لقى ناس كتيره، لقى 3000 واحد يستحق الذبح لانه ما زال متمسك بعبادة الوثن. يمكن بعضهم كان سكران، يمكن حاجة تحزن القلب. وهذا ما حدث في الامتحان الأول قبل أن ينزل الناموس، كانوا قد كسروا الناموس.
والغريب انهم ما عندهمش مانع يسموها محرقات وذبائح سلام، يعني والرب يهوى. يعني يستعملوا نفس المفردات بتاعه العباده الحقيقيه. أي. في 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 في, في الوش اللي هم عاملينه. يعني مش بس اخ عصام محرقات وذبائح سلامه، ودي تعبيرات كتابيه الهيه، لكن ايضا الهتك وللرب، الهتك الهيمك والرب يهوى. واقول بالاسف ان في المسيحيه كثير من الممارسات ليس لها اي اصل مسيحي، لكنها تحتفظ بمسميات مسيحيه. فقال الرب لموسى: اذهب انزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له، وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدك من أرض مصر. وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقب، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم، فأصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهه وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك. اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جانبيهما، من هنا ومن هنا كانا مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله، والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه، فقال لموسى: صوت قتال في المحل. فقال: ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة، بل صوت غناء أنا سامع. وكان عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص، فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل. ثم أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما، وذراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل. الحوار بين الرب وموسى جدير بالتأمل. الرب العليم بكل شيء وصل له خبر اللي بيحصل في المحلة، فقال الرب لموسى: اذهب انزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. وموسى يرد على الرب ويقول له: هو مش شعبي أنا، صحيح. ده شعبك أنت، صحيح. ومش أنا اللي أصعدته من أرض مصر، لكن أنت اللي أصعدته. وحلو إن احنا نشوف رجل يقف في الثغرة، إنجاز لي التعبير، أمام الرب علشان يتشفع لهذا الشعب. كانوا في أشد الاحتياج لمن يتشفع فيهم، وكان موسى قدام الرب كالشفيع. أنا معجب بهذا البطل اللي يقول في عدد 11: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك؟ وبعدين نوصل لعدد 19: فحمي غضب موسى. يعني يقول للرب: اعمل معروف، بلاش يحمى غضبك على الناس دول. لكن هو مش معنى ذلك انه هيقف في صف الاشرار اطلاقا، لا، ده هيدور السيف وهيقتل كل واحد متمسك
بالعبادة الوثنية، لكن قدام الله يأخذ دور الشفيع. امحوني من كتابك إن لزم الأمر، لكن اصفح عن ذنب هذا الشعب. الملفت للنظر إن في الأعداد من 11 ل13 موسى في شفاعته لهذا الشعب بيقدم ثلاث حسيات جميلة قوي. الحسية الأولى سمعنا عنها من الأخ أسامة لما قال الرب في عدد 11 لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك، فيهم كل العبر بس لسه ما زالوا شعبك. الحاجة التانية اعتبارات مجد الرب واعتبارات اسمه لما بيقول له لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض. الحاجة التالتة أن يتذكر الرب مواعيده وكلامه للآباء لما بيقول في عدد 13 اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم إلى آخره. عدد 10 الآن أتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما. هذا العملاق كان قدامه معروض أنه يبقى ربما على حسب ما قال يوسيفوس أحد الفراعنة، ربما كان يبقى فرعون، كان مرشح أن يخلف فرعون في العرش، أبى أن يدعى ابنة فرعون. لكن هنا مش بنت فرعون اللي بتعرض عليه، ده الرب بنفسه بيعرض عليه، حصيرك أنت يا موسى أمة عظيمة. يقول له لا أنا مش عايز اسمي، ماذا تفعل لاسمك العظيم؟ أنا يهمني اسمك أنت يا رب، أما اسمي أنا ده ما يشغلنيش إطلاقا، لكن يهمني جدا جدا اسمك والقسم وماذا يقول الأشرار عنك، لا يهمني مجدك في المقام الأول. إذن أخي يوسف موسى من رجال الله المباركين، صحيح، الذين يشغلهم مجد الله أكثر مما يشغلهم منافع شخصية، وهكذا الأتقياء على مر العصور. مظبوط. لما يقول لموسى في عدد 10 اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم، ويعني كأن موسى حيش الغضب، هو لسه حتى موسى لم يعني يتشفع، هيتشفع بعد كده مرة واثنين، لكن الرب عايز حد يقف قدامه علشان يحوش غضبه. فنلقى في عدد 14 فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه. وإحنا بنشوف قد إيه إله طيب فعلا والصالح فعلا، لما يتكلم بالخير وبالمواعيد وبالبركة ما يرجعش أبدا في مواعيده بالبركة، لكن لما يتكلم بالشر أوقات كثير يرجع عن الشر. الشر هنا مش الشر الأدبي حاشا، لكن الضرر اللي كان ناوي يعملوا في هذا الشعب كعقوبة عادلة لخطاياهم لتستحق العقاب العادل، ندم الرب عن الشر. وهنشوف مش بس مع شعبه لكن حتى مع أمم وثنية غريبة زي نينوى في أيام يونان، وبنشوف 40 يوم تاني لفرصة المراجعة وإعادة الحسابات، ونشوف الرب بيندم عن الشر. يشوع قال له صوت قتال في المحلة، الصوت مش باين من على الجبل فوق، ايه مش مفصل، لكن كان في فرق في التمييز ما بين يشوع اللي شايف انه صوت قتال في المحله وموسى اللي عنده اعلان واضح من الرب. بس في الاخر الاثنين في جانب الله قريبين من الله، والاثنين محسوبين من الاتقياء، والاثنين منفصلين عن الشر. فالقلب المكرس لله اللي بيحب الرب وبيحب اموره وما عندوش استعداد يتنجز بامور العالم مهما كان ادراكه صغير، مقبول عند الله ورائع جدا. في المستقبل بعد كده نشوف يشوع دوت اللي بيستأمنه الرب انه يكمل المشوار بعد موسى. عدد 15 بحس وكأن موسى يرفع مرثاة على ايه؟ يقول كده لوحان مكتوبان على جانبيهما من هنا ومن هنا كان مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. وبعدين هيقول بعد شوية حمي غضب موسى، طرح اللوحين كسرهما في أسفل الجبل. دائما عندما أقرأ هذه العبارة أقول يا للأثر العظيم. لا تقول لي أهرامات، ولا تقول لي سور الصين العظيم، ولا تقول لي أبو الهول، دول لوحين صنعة الله والكتابة كتابة الله. لو كانوا موجودين حتى اليوم، لو كانوا في أقصى الدنيا، لا وفرت كل جنيه عشان أروح واتفرج على هذا الأثر،
لكنه تحطب وتكسر نتيجة غباء وشر الشعب. لكني أقول كان هناك لوحان صنعة الله بكل معنى الكلمة، وكان عليهما كتابة الله بكل معنى الكلمة. والناس الأشرار مش كسروا اللوحين خارج المحلة بس، لكن صلبوا ابن الله خارج المحلة. يا له الشخص ده، المسيح ده يعلق على الصليب، هو في زي، هو الأرض شافت نظيرا له، لكن نتيجة شر الإنسان، وهو قبل وارتضى أن يفعل ذلك علشان يخلص الأشرار اللي هم زي وزيك وزي كل واحد من يشاهدنا الآن. الجميل كمان أنه سحق العجل الذهبي وزرّاه على وجه المياه وشرب الشعب، شربوا ودوقوا من المرار. صحيح، وهي الخطيئة الكبيرة غير المرار والذل. وأعتقد الكتاب يقول كثرت أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. شايف مفارقة في عدد 17 وعدد 18. في عدد 17 نقرأ عن صوت قتال، ويشوع ظن في البداية أنه صوت قتال لأنه كان في قتال قبل كده مع عماليق، وكان يشوع هو قائد هذا القتال. وعماليق زي ما شفنا في خروج 17 بيشير إلى الجثة. لكن إن ما كانش الواحد في حالة القتال مدرك أنه في ميدان المعركة، عارف أنه في الجثة اللي بيتحركوا شهوات العالم، اللي إبليس رئيس هذا العالم، إن ما كناش واعيين للمعركة اللي احنا فيها مش هيتبقى لنا إلا صوت غناء، وده اللي شفناه في عدد 18. فقال موسى ليس صوت صياح النصرة، لما الشعب بينتصر بيصرخ شيء طبيعي، ولا صوت صياح الكسرة لما بينهزم بيصرخ، ولا عجب. لكن يبدو أنه لما يثار بالعبادة الوثنية يصرخ ذات نوع الصرخة بتاعت صياح النصرة وصياح الكسرة. وإني أقول هل كل صياح بنسمعه من المحلات التي حولنا تعبر عن كسرة أو نصرة، ولا مرات كتيرة بتبقى فورة وحماسة جسدية لا أزيد ولا أقل؟ مقدسة ومرضية أمامك، وبكسر كل طيب عند رجليك، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. بقدم نفسي ذبيحة حية ليك، مقدسة
وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ فقال هارون: لا يحمى غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في شر. فقالوا: ليصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقلت لهم: من له ذهب فلينزعه ويعطني. فطرحته في النار فخرج هذا العجل. ولما رأى موسى الشعب أنه معرّن، لأن هارون كان قد عراه للهزء بين مقاوميه، وقف موسى في باب المحلة وقال: من للرب فإليه؟ فاجتمع إليه جميع بني لاوي، فقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل: ضعوا كل واحد سيفه على فخذه، ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه، وكل واحد قريبه. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل. وقال موسى: املأوا أيديكم اليوم للرب، حتى كل واحد بابنه وبأخيه، فيعطيكم اليوم بركة. وكان في الغد أن موسى قال للشعب: أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة، فأصعد الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيتكم. فرجع موسى إلى الرب وقال: آهي، قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة، وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. فقال الرب لموسى: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي. والآن اذهب اهد الشعب إلى حيث كلمتك، هو ذا ملاكي يسير أمامك، ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم. فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجلة الذي صنعه هارون. رائع موسى كعادته، يعني في الحقيقة وصل القمة هنا في هذا الأصحاح عندما وصل الشعب إلى القاع والحضيض. فبيقول كده: قال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلب عليك، لا حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ هو مين اللي جلب على مين؟ الشعب جلب على هارون ولا هارون اللي جلب على الشعب؟ في الحقيقة هارون في وضعه، وزي ما كنا سمعنا ان موسى ساب هارون وحور علشان يقودوا الشعب للصح، كونك يا هارون لما يقول لك اعمل لنا آلهة تقوم انت بسرعة تعمل هذا الصنم للشعب، ماذا فعل بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ وبعدين هارون يقول لموسى: أخو الصغير، لكن لا، ده عملاق، ده واقف في صف الرب، واقف ضد 600,000 واحد بيعبدوا عجل ذهبي، وهو واقف في صف الرب. فقال هارون: لا يحمى غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في شر. فقالوا: لأصنع لنا آلهة تسير أمامنا. فقلت لهم: من له ذهب فلينزع ويعطيني. فطرحت في النار فخرج هذا العجل. ده كلام يقول واحد في مستوى هارون، عنده 83 سنة وراجل رئيس كهنة، ربنا معينه رئيس كهنة، يقول أنا رميت الذهبات اللي ادهمني فطلع عجل. إيه اللي بس آدي الإنسان، آدي هارون مش آدي الإنسان. فماذا نتوقع من الإنسان؟ ليه حق إشعياء يقول كفوا عن الإنسان، كفوا عن الإنسان. الميل الطبيعي للإنسان إنه يحاول يلزق الغلطة بغيره. الشعب هو صحيح الشعب اللي دور، بس أنت ليك دور، فين إرادتك؟ ده أنت اللي اقترحت هات الذهب، يعني كنت تقول لهم عيب. بالظبط، كنت تقول لهم لا مش هعمل حتى أبسط الأمور. لكن الميل الطبيعي لكده، نفس القصة عملها في يوم من الأيام شاول الملك، الشعب هو اللي عفى عن خيال الغنم.
وانت فين؟ بس داود بقى اللي تاب توبة حقيقية، ما قالش بشاب عليها دور مع ان كان ليها دور، لكن يقول اخطأت، انا اللي اخطأت، حمل نفس المسؤولية واقف في صف الله طبعا في الحالة ديت في غفران حقيقي. وقبل شاول وقبل هارون كمان كان آدم. المرأة التي أعطيتني بالزبط. والمرأة تقول الحقيقة، محدش قادر يقول أنا غلطت. وبعدين التبرير بكذب كمان، يعني الكتاب يقول لنا أخذ ذلك من أيديهم هارون وثوره بالإذميل وصنعه عجلا مثبوكا، يعني واضح الدور الكبير اللي قام به هارون، وفي الآخر يقول لك رميته في النار طلع عجل. الجميل إن موسى الرجل التقي اللي في صف الله يسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة. يعني شوف يقول عن هذا الأمر البشع زي ما أشار الأخ يوسف في عدد 21، حتى جلبت عليه خطية عظيمة. ولكن عندما يفقد الشخص التمييز قد يخفف من تسمية الأشياء. يعني على الكاهن الشيخ الذي فقد التمييز الرب يبعث بصراحة ويقول له عن خطية أولاده أنها خطية عظيمة، لكن هو لما تكلم عن الخطية دي يقول ليس حسنا يا بني هذا الكلام الذي أسمع. فالتقي دائما يضع الأمور في نصابها الصحيح ويرى الخطية في بشاعتها وقباحتها. في عدد 25، ولما رأى موسى الشعب أنه معرى لأن هارون كان قد عراه للهزء بين مقاوميه. العري مش موضة صح. العري ده اللي عايزه الشيطان للإنسان، ومن أول الحاجات اللي اكتشفوها آدم وحواء بعد دخول الخطية إنهما عريانين. فالرب يدينا الحكمة اللياقة إننا نكون في المنظر اللي يليق بينا كمؤمنين. أقول حاجة عن موسى، بعد ما مضى الشعب كأنه مضى ووقع على كل ما تكلم به الرب نفعل، صعد موسى إلى الجبل، غاب 40 يوم. بالنسبة للشعب دي كانت 40 ظهر، 40 قرن، ما استحملوش وعبدوا العجل الذهبي وفسدت المحلة. الشعب كله بلغة الرب فسد شعبك الذي أخرجته من أرض مصر. نزل موسى وبعدين طلع تاني وبعدين نزل تاني. هذا النزول المزدوج بيفكرنا بمجيء المسيح في مرحلتين، المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية. المرحلة الأولى موسى في الحقيقة كان يعني عمل أعمال صعبة، ودي صورة للي هيحصل في مجيء المسيح لاختطاف الكنيسة، يرفع الحاجز. اللي هيحصل على الأرض أسوأ أيام على البشرية هتحصل. يعني النهاردة الناس بتحتقر نعمة الله، بتستهين بنعمة الله، بس دي فرصة، فرصة تتعرف عليه رب ومادت لك إيديه. أسوأ أيام جاية بعد الاختطاف، لكن بعد كده هينزل، والمرة التانية لما ينزل هيبقى وشه منور بيلمع، لأن بعد مجيئه في المرحلة التانية في الظهور أسعد أيام ستأتي على الأرض وعلى الجنس البشري، أزمنة رد كل شيء، أزمنة العتق وأوقات الفرج، ده اللي بينتظر العالم. المثمن للرب فإليه صحيح. وكان لازم يبقى في هذه الوقفة الحازمة. ويقول لنا الكتاب أن بني لاوي راحوا في صف موسى، وربما هذا الموقف هو اللي خلى اللاويين يكونوا بدل أبكار هذا الشعب. ما كانتش الخطة الرئيسية، كانت الخطة الرئيسية أنه أبكار كل الشعب كل الأثباط يكونوا كهنة، لكن لأن بني لاوي راحوا في صف الرب، الرب اختار منهم وقدس منهم كهنة. تتذكر ماذا قال يعقوب عن لاوي وشمعون؟ شمعون ولاوي أخوان، آلات ظلم سيوفهما، أفرقهما في يعقوب أو فرقهما في إسرائيل، هشتتهم. وده اللي حصل، حصل مع شمعون وحصل مع لاوي، لكن حصل بأسلوب آخر. ليه؟ نتيجة هذا الموقف. هنا مش آلات ظلم سيوفهما، لكن آلات بر عدل. يعني لما تمسك السيف لصالح الله، طبعا أنا بتكلم بأسلوب روحي، احنا ما بنقتلش حد النهاردة، المسيح علمنا ان مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرياسات والسلاطين، مع اجناد الشر الروحية في السماوات. لما تستخدم كلمة الله الاستخدام الصح ولمجد الرب، الرب مش هينساها لك،
عشان كده للاوي قال أريمك وتميمك لرجلك الصديق اللي قال عن أبوه وأمه لم أرهما وبإخوته لم يعترف وأولاده لم يعرف بل حفظوا كلامك وصانوا عهدك. في الحقيقة شيء جميل ورائع إننا نقف في صف الرب حتى لو كان الأمر ده مؤلم. ما اعتقدش إن لاوي لما كان يقتل أبوه أو ابنه أو أخوه إنه كان الأمر بالنسبة لي سهل أبدا، لكن إذا وقف في صف الرب يقول في عدد 29 قال موسى املأوا أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وبأخيه فيعطيكم اليوم بركة. بس راجل محترم دوت يخلص الموضوع مش بالانتقام، هو مش بينتقم، مش بينتقم. سيبوني أطلع بقى وأتوسط ليكم قدام الرب لعله يرجع عن حمومه وغضبه. أعتقد النهاردة لحد النهاردة اللي عايز يصلح غلط بيبتديها بقعدة مع الرب وبينهيها بقعدة مع الرب، لكن مش قصة إن الواحد بيطلع غله في واحد أو بيطلع مشاكله على حد. بتقول النهاردة مش بنقتل حد؟ أيوة. لا مش بنقتل حد، لكن بنسعى لخلاص النفوس الهالكة. شوف اليوم اللي نزل فيه لوحي الشريعة ماتوا كم واحد؟ 3000. واليوم اللي نزل فيه الروح القدس خلص كم واحد في أعمال 2؟ 3000. شتان الفارق. على فكرة في دراسة حصلت إن يوم نزول الناموس هنا كان يعادل يوم 50، فكأنه يوم 50 ده بتاع العهد القديم اللي نزل في الناموس 3000 ماتوا، ويوم 50 بتاع العهد الجديد اللي نزل الروح القدس برضو نفس العدد بس خلصوا 3000 خلصوا. ملفت للنظر انه بيقول عن سبط لاوي اللي وقف في صف الرب يقول لهم في عدد 29 هذه الكلمات الجميلة فيعطيكم اليوم بركة. لا يمكن لمؤمن تقي أن يقف في صف الله إلا والرب يكرمه على كل المقاييس. صحيح. بناء على المبدأ الكتابي إني أكرم الذين يكرمونني. موسى بيقول أصعد الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيئتكم، لكن الرب لما صعد إلى أبيه وأبينا إلهه وإلهنا ما قلش لعلي أكفر، لكن كان مسألة الخطايا تم حسمها تماما على الصليب. ختام الجزء بيقول فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون. مش صنعه هارون بس توافقهم معاه كأنهم هم اللي صنعوه صراحة. لا أنا غلطتي أقل من غيري، أنت توافقت مع الغلط. لو توافقت مع الغلط الله شايفك عملت الغلط بنسبة 100%. حلو. في موسى وقف ضد الشعب في شرهم، لكن هو قدام الله كان واقف في صفهم. في تثنية 9 أقرأ 19 عدد 19 وعدد 20 يقول موسى لأني فزعت من الغضب والغيظ الذي سخطه الرب عليكم ليبيدكم، فسمع لي الرب تلك المرة أيضا وعلى هارون غضب الرب جدا ليبيده، فصليت أيضا من أجل هارون في ذلك الوقت. قال أحد القديسين العهد الجديد في العهد القديم مظللا والعهد القديم في العهد الجديد معلنا. عزيزي المشاهد ندعوك لمتابعة برنامج فاحصين الكتب ودراسة مستفيضة في أسفار العهد القديم.